الله يرحم الشهداء لك أخي. ويعني عم يضربونا لحنا لأننا مع فصيب لأننا كلياتنا مدنية، ليش عم يضربوا علينا براميل ورعبوا الأولاد والأهل يفتعب وهبطوا البيوت يعني وهدنا عم يقولوا شو هالهدنة هاي؟ الله يفرج يا زلمة، ما بدنا نخلصنا القصة. شو النظام هذا؟ شو الروسيا هي يا زلمة؟ الله يفرج على العباد، الله يفرج أحسن الشيء. ما لنا غير الله نطلب من الله الفرج. عم يقولوا هدنة، شو هالهدنة هاي؟ طيارة كل ما هديت والبراميل والهاي.